إلى محورنا الثاني في استوديو المنتصف لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الميليشيات الانقلابية وتواصل قصفها للأحياء السكنية في تعز والمعارك العنيفة أيضا التي تدور شرق المدينة، حيث واصلت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز مستهدفة المنازل والمنشآت الخاصة والعامة. وقالت أيضا مصادر أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة وبشكل عشوائي من مواقع تركزها وتمركزها في تبة السلال شرقي المدينة باتجاه منازل المواطنين. وأيضا أشارت المصادر إلى اشتعال منازل المواطنين، خصوصا منزلين في منطقة الشرف والآخر بالقرب من المركز الثقافي في المدينة. وفي نفس السياق وفي سياق متصل، قتل 3 من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شرقية مدينة تعز. وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما استهدف مجاميعا للميليشيات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق المدينة. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا المحور، يسعدنا استضافة ضيفنا عبر الهاتف توفيق عبد الملك، وهو قائد القطاع الأول باللواء 22 ميكا. أهلا بك أستاذ توفيق. حياكم الله وأهلا بكم وبجمهور قناة من شباب. أهلا وسهلا أستاذ توفيق، ما جديد المعارك في تعز وأين تتركز تحديدا الآن؟ حياكم الله أختي الكريمة. وجبهات القتال في تعز هي جبهات مشتعلة على الدوام، ما تكاد تهدأ فترة إلا وتشتعل فترة أخرى، لا سيما الجبهة الشرقية في مدينة تعز. هذه الجبهة التي تمثل الحارس الأمين لتعز، تمثل جبهة الشموخ والكبرياء، تمثل حياة الصد الأول لتعز عبر شريط الجبهات المشتعلة، سواء في محيط المكلكل أو صالة ووادي صالة أو محيط معسكر التشريفات أو محيط القصر الجمهوري أو في منطقة كلابة وشارع الأربعين. تكاد تكون كل هذه الجبهات جبهات مشتعلة على الدوام، لا سيما في فترات الليل التي يشتد فيها قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع من كافة التباب والجبال المطلة على هذه الجبهات، سواء في منطقة الحرير أو في فندق شفتل أو من تبة السلال والقعشة. الميليشيات لا تكف عن قصف الأحياء المدنية، هي تحاول كل يوم أن تحرز أي تقدم أو أي نوع من الانتصارات العسكرية على الأرض، تواجه بحائط الصد الكبير، تواجه ب الخبرات المقاتلين من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين تمرسوا والذين انتصروا بعدالة قضيتهم وانتصروا للوطن واليمن بشكل عام. ترتد كل محاولاتهم العبثية بالاندحار بالهزيمة بالخسارة المحققة في كل يوم، يخسرون كثير من المعدات وكثير من الأفراد الذين يزقون بهم إلى أتون الحرب المدمرة التي يخسرونها باستمرار، يعوضون عن ذلك قصف الأحياء المدنية السكنية، قصف المدنيين الأبرياء في بيوتهم. لا تكاد تمر فترات من فترات الليل والنهار إلا ونسمع القصف الممنهج، لا نسميه عشوائي لأنه قصف ممنهج يريد أن يعوض خسارته. نعم. على الأرض بقصف المدنيين والآمنين في شوارعهم وحاراتهم وبيوتهم. نعم أستاذ توفيق عبد الملك، وأبناء تعز اليوم يحيون الذكرى السنوية لفك الحصار جزئيا عن مدينة تعز، حدثنا عن الوضع الإنساني في مدينة تعز الآن. أختي الكريمة، الوضع الإنساني في مدينة تعز للأسف الشديد وضع سيء للغاية. نعم. عملت الميليشيات الحوثية خلال سنتين من حصارها على هذه المدينة من كل الجوانب، عملت على مضاعفة حالة الوضع الإنساني، إضافة إلى ما تمارسه من قتل وقصف وما تسببه من جراحات وإعاقات ومعاناة للآمنين والساكنين في بيوتهم وفي شوارعهم. هناك الحصار الخانق الذي أضافته إلى جرائم القتل والإبادة، الحصار الذي سببته الميليشيات سبب كثيرا من البطالة، سبب كثيرا من الأوضاع الصحية المتردية، سبب كثيرا من انعدام فرص العمل للمواطنين، سبب كثيرا من فقدان المواد الغذائية والتموينية والطبية والأكسجين وغيره. جرائم الميليشيات سببت بسبب هذا الحصار معاناة كبيرة جدا للسكان المدنيين في هذه المدينة. نعم أيضا لم تكتفي بإيقاف مرتبات الموظفين الذين كان هو
الراتب المتبقي للمواطنين في هذه المدينة يسيرون به أمور حياتهم اليومية توقف من 6 أشهر، فزالت من معاناتهم لولا أن بدأ الجيش الوطني لولا أن بدأت الشرعية بصرف المرتبات لرجال الجيش الوطني في الشهر الماضي، نعم ثم نعم بدأت أستاذ بصرف عبد، أستاذ مرتبات توفيق، التربويين. أستاذ توفيق، أين دور المنظمات الحقوقية الآن؟ أعتقد المنظمات الحقوقية يعني في توجه للمساعدة في تعز، ويعني بالتأكيد للمساعدة في الوضع الإنساني المأساوي في تعز، ولكن بعد طرد أو عدم أو رفض استقبال الوكيل العام للأمين الأمم المتحدة للأوضاع الإنسانية ستيفن أوبرين، كيف يمكن أن تساعد الآن المنظمات الحقوقية أهالي تعز؟ المنظمات الحقوقية في تعز منذ اندلاع المقاومة الشعبية وهي تقوم بجهود مشكورة في رصد وتوثيق كافة أنواع الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع ضد أبناء سكان هذه المدينة وضد المحاصرين، ضد كل كافة الجرائم موثقة ومحصية ومرصودة، وهناك الكثير من المؤتمرات الصحفية وهناك الكثير من الجرائم التي تقدمها هذه المنظمات الحقوقية في تعز الجهات التي تتعامل معها. أقول يا أختي الكريمة، نعم يكفي إدانة للميليشيات وانتهاك لحقوق المواطنين في تعز أنها تمنع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من دخول هذه المدينة المحاصرة ليرى حجم الدمار وحجم القتل والإجرام وحجم المعاناة التي تعيشها هذه المدينة المحاصرة. لكن يبقى أيضا بجانب هذا الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية يبقى الحاجة الملحة للمنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية التي نعول عليها أن تقوم بأدوار مماثلة للأدوار الحقوقية في نعم تخفيف معاناة المواطنين في هذه المدينة. كان هناك مركز الملك سلمان يقوم بأدوار طيبة، الهلال الأحمر الإماراتي بدأ في منطقة المخابي أدوار طيبة. نريد أن تتضاعف جهود كافة المنظمات الإغاثية الدولية للقيام بأدوار تخفيف معاناة المواطنين في هذه المدينة المحاصرة. أستاذ توفيق، في الختام هل يمكن أن تحدثنا عن حجم قوة الانقلابيين في تعز خصوصا بعد الهزائم التي تكبدوها في مختلف الجبهات؟ قوة الانقلابيين في تعز تتمثل في ما يقرب من 13 لواء عسكري تحيط بمدينة تعز من كافة الجهات. أختي الكريمة، لا توجد جبهة مثل جبهة تعز تحيط بها الميليشيات من كل أطرافها. عدد الجبهات التي تحيط بمدينة تعز وصل إلى 17 جبهة. حاولت ميليشيات الحوثي والمخلوع أن توجد أي ثغرات تنفذ من خلالها في أي منطقة من المناطق سواء في المدينة أو الريف. هذا الأمر ضاعف عدد الجبهات العسكرية التي قامت بها المقاومة لإيقاف مثل هذه التسللات والتجاوزات. لكن نقول بحمد الله سبحانه وتعالى، أصبحت الميليشيات اليوم تفقد السيطرة يومياً، أصبح قارب الميليشيات يغرق باستمرار، أصبحت ميليشيات الحوثي والمخلوع تفقد الكثير من أماكنها وتفقد الكثير من مواقعها العسكرية. لا شك أن الانتصارات الكبرى في نهم والانتصارات الكبرى في باب المندب وذباب والمخا ويختل وصولا إلى منطقة الخوخة أولى مناطق محافظات الحديدة، كل ذلك سيجعل ميليشيات الحوثي ترجع إلى الاستماتة في الدفاع عن ما بقي لها من أماكن وما بقي لها من جبهات تحاول أن تحافظ عليها. كما ذكرتم في تقريركم في البداية، هناك معاناة إنسانية في عتمة نظرا لقيام مقاومة مسلحة شعبية في عمق التواجد الحوثي في محافظة دمار. هناك مقاومة في صعدة في جبهة كتاف ومندبة، هناك مقاومة في الحديدة، مقاومة نوعية تتشكل في أحياء وشوارع الحديدة بين فترة وأخرى. هناك مقاومة شرسة في جبهة حرض وميدي في محافظة حجة، تكاد تكون نعم أستاذ ميليشيات الحوثي توفيق، والمخلوع محاصرة في كل المحافظات التي تسيطر عليها. نعم، قائد القطاع الأول باللواء 22 ميكا توفيق عبد الملك، شكرا جزيلا. مشاهدينا متواصلين معكم في استوديو المنتصف، فاصل قصير ونواصل.